طيب خلونا قبل ما نخش على الصحف العالمية قالت إيه في المحترف، كالعادة عندنا بعض الأخبار السريعة من خلال يعني مواقع عالمية أو أخبار على مستوى لاعبي كرة القدم. هنبدأها براموس. راموس طبعا المدافع الدولي الأسباني ومدافع طبعا باريس سان جيرمان، الحقيقة وضع بصمة تاريخية مع الفريق الفرنسي، لعب 29 مباراة متتالية بلا هزيمة. يمكن حضراتكم شايفينها ديت على موقع تويتر بالنسبه على حساب النادي الفرنسي على تويتر، ان دي السلسله الاكثر او الاطول لاي لاعب ارتدى قميص باريس سان جيرمان. وحضراتكم عارفين طبعا ان راموس انضم لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي 2021، وعقده هينتهي يمكن في الصيف اللي جاي في يونيو 2023. بداياته كان فيها بعض الإصابات بعض الغيابات، ولكن طبعا مع عودته وعودته بقوة في المباريات الماضية استعاد تاني مكانته في التشكيلة الأساسية تحت طبعا مدير فني جديد كريستوف جالتييه. ويمكن راموس لعب 16 مباراة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، ويعني بعض التقارير هناك من باريس سان جيرمان بتقول انه في نية قوية جدا لتجديد التعاقد مع راموس في الفترة القادمة. طيب على الجانب الآخر هنروح لفرنسا وأنسو فاتي طبعا مهاجم برشلونة، يعني الراجل مش عاجبه الأحوال وبيقول إن أنا بدرس الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة اللي جاية. التقرير بتقول إن فاتي بيشعر بنوع من الإحباط الشديد جدا لعدم مشاركته بشكل كبير تحت طبعا قيادة تشافي، و رغم تعافيه من الإصابة مؤخرا لكن أصبح هو جاهز مع بداية الموسم. يمكن هو بيقول أنا شاركت في 3 مباريات من أصل 16 مباراة خدها الفريق. التقرير قال كمان إن فاتي أخبر يعني أو يعني قال لوكيل أعماله خورخي مينديز إن هو يريد الرحيل عن برشلونة يمكن في الصيف القادم دوت لو الأمور ما تغيرتش بشكل كبير. أنسو فاتي من اللعيبة الكبيرة جدا جدا، وكان عليه أمال كثيرة جدا بعد رحيل ميسي أنه يرجع ويوقف برشلونة تاني، ولكن إصابات في الجزء الأول من التعاقد معه أو من صعوده لبرشلونة أو انضمامه لبرشلونة، ورغم شفائه يمكن تشافي ما بيعتمدش عليه بشكل كبير. إدارة برشلونة قالت أن أنا مش قلقانة من الموضوع دوت، وأن هو عنده عقد لغاية 2027، وبالتالي يعني وكمان في شرط جزائي يمكن بقيمة مليار يورو. تخيل مليار يورو هو قيمة الشرط الجزائي لأنسو فاتي. طيب نسيب برشلونة لأن لسه عندنا حديث كبير عن برشلونة وخيبة أمل كبيرة في دوري الأبطال، لكن أسطورة مانشستر يونايتد يورك عمل محادثة سرية مع كريستيانو رونالدو، يعني وقال ان انا بفضل ان انا مش هسرب هذه المكالمه. يورك تحدث مع رونالدو بيقول قبل 6 شهور، يعني طبعا بعد اسوأ موسم او بدايه اسوأ موسم للمان يونايتد في الدوري الانجليزي، واللي ادى طبعا بعد كده لمطالبه الفائز بالكره الذهبيه طبعا كريستيانو رونالدو 5 مرات بالرحيل عن اولد ترافورد. يزعم المهاجم الاسطوري ان رونالدو اخبره بامور ربما تجبر يونايتد على دفع 5 مليون جنيه استرليني لعدم الكشف عما قاله رونالدو. قال يورك كمان في تصريحات نقلتها صحيفة صن الإنجليزية إن المحادثة اللي أجرتها مع كريستيانو رونالدو حصلت على الكثير من المعلومات، لدرجة إذا كنت هكشف عن بعض الأشياء اللي أخبرني بيها رونالدو أعتقد إن اليونايتد ممكن يدفع لي 5 مليون جنيه استرليني لالتزام الصمت. رونالدو هيبقى في نهاية المطاف في المان يونايتد، لكن زي ما بقول لحضراتكم بيواجه موسم صعب جدا جدا تحت قيادة طبعا إيريك تين هاج المدير الفني الهولندي الجديد للمان يونايتد. زي ما بقول لحضراتكم رونالدو مازال يثير الجدل ويثير الأزمات في المان يونايتد، مش عارفين رونالدو حكايته هتخلص إزاي. ولكن على الجانب الآخر على المستوى الفني تحسن واضح للمان يونايتد، سواء يعني في طبعا خاصه في البريمير ليج والفوز المتتالي تحت القياده الهولنديه تين هاج. في كشف يمكن حاجه كمان كشف التقرير في المانيا عن كواليس. حضراتكم عارفين كان في مباراه كبيره ما بين البايرن وما بين برشلونه، وطبعا فاز البايرن بثلاثيه في طبعا دي ضمن منافسات الجوله 5 من دوري الابطال.
اللي فاز فيها طبعا البايرن باكتساح وبسهولة 3-0. حسب قناة سبورت وان الألمانية، ظهر ليفاندوفسكي طبعا مهاجم برشلونة، ظهر في غرفة ملابس الباير ميونخ بيرحب وبيتكلم وبيسلم على زملائه، طبعا زملاء لفترة يعني فترة طويلة، أعتقد 8 سنوات في البايرن. حسن صالح حميديديتش ده المدير الفني أو يعني السبورت دايركتور للبايرن، قال كان ليفاندوفسكي طبعا معانا في غرفة تبديل الملابس، تبادلنا الحديث لفترة وجيزة لكننا لم نتعمق في موضوع طبعا برشلونة. وقال ان طبعا ليفا لعيب كبير ورجل طيب ونتمنى له كل التوفيق. حضراتكم عارفين ان كمان يمكن بعد نهاية المباراة ما بين البايرن وبين برشلونة، ليفاندوفسكي توجه طبعا لجماهير الكتالونية كانت حاضرة في المباراة، وكانت الموقف صعب جدا، وحياهم على وجودهم وتشجيعهم، لان زي ما بقول لحضراتكم وجود الجماهير كان عامل مهم جدا، رغم على الورق كان برشلونه خلاص كان خرج من هذه البطوله بفوز طبعا الانتر على يعني فيكتوريا بيلزن، وكان الامور خلاص انتهت، ولكن وجود الجماهير في المدرجات امتلأت الملعب، امتلأ والجماهير بدات تشجع بجنون برشلونه رغم خلاص حسم اموره، ولكن كمان ما كانش المردود المنتظر على المستوى الفني وخساره بثلاثيه، لكن ليفاندوفسكي راح للمدرجات وحيى الجماهير على وجودها وعلى تشجيعها، ويمكن الجماهير استقبلته بشكل جيد جدا، وقال ان رغم ليفاندوفسكي ما بقالوش فتره طويله في برشلونه لكن يعتبر قائد من الفريق وقائد على مستوى عالي جدا. لسه عندنا اخبار كثيره جدا جدا، لكن خلونا طبعا نتكلم على كمان الصحافه العالميه قالت